وإلى مدينة مالمو السويدية، خطفت 3 أعمال تونسية الأضواء في قاعة سينما رويال ضمن فعاليات الدورة 12 لمهرجان مالمو للسينما العربية، حيث توج الفيلم التونسي قدحة للمخرج أنيس الأسود والمنتجة شامة بن شعبان بجائزة أفضل سيناريو، كما توج المخرج التونسي مهدي هميلي بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه أطياف، وذلك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. أما في مسابقة الأفلام القصيرة فقد حاز فيلم شيطانة للمخرجة التونسية أمال جويلاتي على جائزة لجنة التحكيم. تتويجات سينمائية تونسية تأتي في وقت يتنافس فيه 45 فيلماً على المسابقة الرسمية التي تم خلالها عرض أكثر من 65 فيلماً بين طويل وقصير ووثائقي، وكذلك عرض عدد منها في الأقسام الموازية. ننشرح وكلنا بهجة كي نحكيو في سينما وكي نحكيو في فن وكي نحكيو تتويجات. شامة بن شعبان مرحبا بيك، ألف مبروك التتويج بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان مالمو على شريط قدحة. يا مرحبا وألف مبروك. مرسي على الاستضافة، نحن فرحين برشا بالتتويج هذا الأخير للفيلم قدحة اللي هذا مهرجانه الثالث بعد ما تم كذلك حاز على جائزة في مهرجان القاهرة تمويل خاص للجنة التحكيم وشارك في كان سينما وورد، وهذا المهرجان الثالث وهو مهرجان مالمو للسينما العربية، واخذينا فيه جائزة أحسن سيناريو. ألف مبروك. بعد إذنك نسلموا على محمد علي بن جمعة اللي مازال ما رقدش وجاي مثنية من جابس. هو محمد علي بن جمعة أكيد من مالمو لجابس. لا هو من جابس ولا مشاش احنا من مالمو السويدية لجابس التونسية، وأكيد برشا محبة عرضتك وبرشا انتقاد عرضك وبرشا نقد وناس كارهه الشخصيه وحابه محمد علي بن جمعه اكيد. لا في رمضان وفات الحكايه ذيك، انا كنت في جابس كمحب لجابس ساعه اكيد ومتابع وفي انت لمهرجان جابس. صديق فن. المهرجان انا ما شاركتش بفيلم. هم 4 دورات انت ثلاثه دورات تمشي تو ولا انا نمشي ولا. ونمشي حتى المهرجان الحامه اللي هو ماهوش بعيد على جابس واي وطالع بعديك الجندوبه، وكنت في البنزرت وراجع ربيع جندوبه زيد معناها ديما نحكي على اش معناها ارتست انجاجي حتى بالحضور وبالانك تساند المهرجان وانك تزيد تحكي مع الناس، ساعات تعطي ورشه ساعات تتخاطب مع الناس وتتواصل معهم، وفرحه كبيره الحقيقه في جابس فرحوا بينا المهرجان وال يتنازل في اطار مشروعك الثقافي نتاع التكوين ونتاع القرب البروكسيميتي. نخمم في البارتاج، نخمم كيما خدمنا المسرح قبل. شيما انا فان بها ونقول لها مبروك. شيما اكيد الناس عرفوها من عشاق المقهى المهجور والمشوار ما شاء الله. اكيد هي محاميه وهي شاعره وهي كتبت السيناريو وهي الممثله وبرشا حاجات ومحبه للفن. محبه للفن، هي مسيره تبارك الله بدات في 96 بعد زوجة من المخرج و و و و لكن البدايه بدات بالطبيعه إيه، لكن الشراكة في كتابة السيناريو اللي توج بجائزة زيادة بدأت قبل يظهر لي. أما أنا مسيرتي بدأت في المسرح أكيد 96 مع الفاضل الجعايلي في فرق مدينة تونس، أصحابنا في المسرح. تجربة مهمة لأن هي اللي أعطتني يظهر لي المحبة الكتيبة لا بلوم، خاطر ملي تبدأ الامبروفيزاسيون على الركح تعرف أهمية الكلمة أهمية النص أهمية الرؤية، ومن بعد ولات الشهية تحلت تقول ما يكفيش نمثل برك نحب نكتب نحب رؤية كاملة، ومن بعد نقول لي ما كي نعطي النص نتاعي من بعد جماعة اش في يعملوا به، لازم شوية يلزمني نكون في الإنتاج. دونك وكان المشروع الإنتاج من أصعب المغامرات اللي ممكن يغامر ويدخلها فنان تونسي. معناه احنا نعرفوا المشاكل اللي صارت في إنتاج الدراما وكل الحقيقة مش الناس الكل تنجح في الإنتاج، وخاصة كذلك في الإنتاج السينمائي، وخاطر السينما تاكل برشا 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 فلوس. هكا ولا؟ صحيح صحيح، تجربة عندها انا مازلت كي بديت معناتها مع انيس الاسود ومجموعه من السينمائيين بشركه لوميير فيلم بعد الثوره في 2013 كانت البدايه هي انه نتابعوا، ماناش منتجين معناتها الانتاج يجي
لمتابعة أعمالنا لتطوير ساعة مشاريعنا على المستوى الكتابة هي المرحلة الأولى في الإنتاج باش ننتشلوا ذواتنا بالضبط باش حتى نمضي يعني في الطريق وكذلك لمعناتها مساعدة الأصدقاء السينمائيين الشبان وغير الشبان معناتها في نفس الشيء بطبيعة الحال عندها قواعدها وممكن أنا حذرت اليوم لأني من منطلق تجربتي في القانون كمحامية والكتابة معناتها نجم نضيف يمكن شوية على الأقل ننجح الأفلام اللي نحن نقوم بها ان شاء الله وقدحة هو المولود الاول على المستوى الروائي لكن عندنا مجموعه من الاشرطه الوثائقيه اي فعلا والاشرطه القصيره سواء كان لانيسه او غير انيس الاسود دونك فوالا وهذا الفيلم الاخير أنا ديما المولود الاخير هو قدحة اولى المشاريع لانيس هذه معناها كنت وقدمها معانا في التلفزه الوطنيه واللي ديما راعيه على مختلف معناها برامجها ومشارب برامجها انها تشجع السينما قدحة حكيت هذا الشاب الصغير هذا الطفل اللي يختزل أوجاع وطن زادة بالنهاية هكا ولا خلينا نذكره سادة المشاهدين لأنه أنيس كان معانا في البلاتو وحكينا قبل وحكينا على حتى تتويجكم في القاهرة سينما جديدة لغة سينمائية جديدة يعني تقدمونها فيما يخص الموضوع قدحة يطرح العديد من فعلا الإشكاليات والأبعاد الاجتماعية الاقتصادية بطبيعة الحال اللي هي تمسنا فيها الغياب الأب فيها معناتها الهجرة غير الشرعية وما تخلفه من معناتها من مشاكل فيها علاقة الأطفال بالأولياء متاعهم اختياراتنا كأولياء دونك يطول الحديث عن ونيس تحدث أكثر مني على الموضوع وما نحبوش نحكيوا عليه حتى يخرج القاعات تعرفوا ان شاء الله الخروج القاعات مع الموزع تاعنا للقاعات ان شاء الله هكا ديستريبيسيون باش يكون في شهر سبتمبر ان شاء الله لانه جات ظروف الكوفيد وما كناش نجموا نخرجوه على اسبوعين او ثلاث كان بالشراكه مع الاختيار نتاعنا وانه نخرج ناجلوه وبدات مسيرته في المهرجانات ثم سيخرج للقاعات ولما لا يقع عرضه في مهرجان في داره معناتها في ايام قرطاج السينمائيه اللي قعدت لنا معناتها في قلوبنا ومانيش قاعد نرجع كيف كيف على الموضوع لانه مهم وانه اكيد حتى ضاف كيف تحدده في قلبه عدم اختيار يعني اكيد لجنه التحكيم الرسميه للمسابقه الرسميه ان شاء الله قد حيكون ونشوفوه في ايام قرطاج السينمائيه في دورته الجديده سونيا اكيد شام اكيد بنت الميدان واختيار حتى سيري ظل به كان ولد الميدان ولجنه التحكيم اكيد منفصله على رئيس المهرجان انيس الاسود مساء الخير مرحبا بك سيدي عسلمة نسلم نسلم حب نسلم على الحضور محمد علي شام انت عايشك سي ابراهيم وسيدي وسي خليفه شيباني اهلا وسهلا نعم. مبروك يا سيدي جائزة جديدة بعد التنويه في القاهرة في ملموة سويدية وإن شاء الله في أيام قرطاج السينمائية حلمة شيماء تشاركها في الحلمة؟ والله احنا الفيلم مازال ما خرجش في تونس معناتها كان كنا معناتها ننوي باش نعديوه في منارات منارات عنده مشاكل ما نعرفش باش يصير مش باش يصير اليوم وهذا معناتها اختيار الموزع الفيلم خاطر الفيلم عنده الموزع نتاعو هكا ديستريبيسيون معناتها هما يراو شي لازم يعملوا بوغ لا ديستريبيسيون ناسيونال خاطر الفيلم مش يخرج في سبتمبر دونك ولا في بعد الجي سي سي دونك هذا كل احنا اليوم يمكن قرطاج تقعد لنا النافذه الاخيره باش نخرجوا الفيلم في مهرجان تونسي ان شاء الله احنا انا يظهر لي عرض خاص في المهرجان مهم جدا اول عرض تونسي يكون في مهرجان قرطاج عم ناول انا حسب رايي ما طلبناش النجوم طلبنا عرض خاص في المهرجان ما صارش مش مشكل صار في القاهره صار في ملمو صار في كان وورد سينما وتحصل على جائزه احسن فيلم عربي في المهرجان هذا ما زلت متو مجموعة من المهرجانات باش يكون موجود في تطوان باش يكون موجود في تشيك ريبابليك في زلين هذا تعرف الفيلم أنا نخدم على الصغيرات دونك الفيلم هذا باش يسافر إلى مجموعة كبيرة من المهرجانات اللي تخص الأطفال واليافعين والشباب واليافعين
اي مثلا مش نكونوا في شيكاغو، مش نكونوا في سيدني، مش نكونوا في نيلسون مانديلا تشيلدرن فيستيفال في لافريك دو سود، مش نكونوا في بروكسل، مش نكونوا جمله مسعي كذلك كتشارك في القدس يبدو لي، فما في هولندا، فما في تورونتو موجود معناتها لا سيليكسيون صارت وربي معنا معناتها الفيلم قاعد يدور. ان شاء الله الوليد يمشي معايا تو خاطر حضرنا له الباسبور، وان شاء الله نهزوه معنا يعمل جولته ويتمتع بالفيلم نتاعه وبنجاح وبتميز وبأدائه. شكرا ليك، نتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله الفيلم نراوه في ايام قرطاج السينمائيه، وكذلك ان شاء الله يبقى لاسابيع واسابيع في قاعات السينما. كل التوفيق انيس. شكرا. يعيشك، عاشك ديما، مرحب بك في بلاتو الوطنيه الاولى.